على استاد القاهره، خصوصا في ظل الاخبار المتداوله خلال الايام الماضيه ان في صعوبه شويه او في احتماليه ما ان الاستاد ما يستضيفش بطوله الامم الافريقيه المقبله، وبالتحديد احنا يهمنا جدا استاد القاهره يكون متواجد عشان يستضيف مباريات مصر بالتحديد في المجموعه الاولى ان شاء الله، وهو ايضا معلم وواجهه مهمه جدا للكره المصريه في ظل ان العالم كله هيتابع هذه البطوله. عايزين نطمن من خلال حضرتك على كل الاستعدادات الخاصه باستاد القاهره استضافه بطوله الامم الافريقيه. طيب اطمئن وطمن كل مستمعيك وطمن كل مشجعي الكره ومحب الكره والشعب المصري بالكامل. استاد القاهره هو استاد مصر. استاد القاهره هو استاد افريقيا. هو احسن استاد في افريقيا. طبعا. ويعني من غيره ما اعتقدش ان يكون في رونق او جمال لكاس الامم الافريقيه او لاي بطوله في مصر. اكيد. ومع ذلك اللي بيتكلم وبيقول ده احنا يعني نقول عليه نعذره نقول هو متخوف من كتر ما بيحب الاستاد ايا كان انا ما اعرفش مين. لكن الاستاد يا فندم ان شاء الله ربنا يكمل لنا اللي احنا بنعمله بالستر. ان شاء الله. وان شاء الله هنخلص في الوقت المناسب. وارضيه الملعب تم نشر الصور الارضيه حاليا. تمام. تمام. في كل الميديا تقدر حضرتك تستعين بيها وتوري الناس كويس شكل ارض الاستاد عامل ازاي. يا ريت نحاول نجيبها يا جماعه. اتفضل يا فندم. وبعدين انا ممكن بكره لو هبعت لي كاميرا يجي يشوف. النهارده الاجانب بيزرعوا البذور الصيفي. تمام. البذور الشتوي بشكل الملعب اكثر من روعه. ان شاء الله البذور الصيفي عقبال ما تستلم نجيله الشتوي تتعب هيكون النجيله الصيفي طلعت وهيبقى شكلها احلى من تشوفه لو بعت كاميرا بكره. وان شاء الله. الو الو. طيب يمكن الخط قطع. يا ريت تجيبوا اللواء علي درويش يا جماعه مره ثانيه لان المداخله دي هتكون مهمه جدا جدا جدا. وهو بيطمننا وبيطمن كل جمهور الكره المصريه ان استاد القاهره ان شاء الله في الموعد المناسب هيكون لائق لاستضافه بطوله الامم الافريقيه، وبالتحديد استاد القاهره لازم ما ينفعش نلعب بطوله الامم الافريقيه من غير استاد القاهره. كان الراجل بيطمننا طبعا اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره الدولي بيقول ان خلاص ان شاء الله باذن الله الامور كلها ماشيه بشكل جيد جدا في تجهيز الملعب والمدرجات سواء ارضيه الملعب او المدرجات كلها ان شاء الله تبقى جاهزه لاستضافه هذه البطوله. كنت عايز في الحقيقه اساله اكثر من سؤال اخر عن الموعد اللي هيتم تسليم فيه الاستاد او الموعد اللي هيتم الاعلان فيه على ان الاستاد جاهز بشكل رسمي. طيب كويس. سيادة اللواء برحب بحضرتك مرة تانية وحضرتك طمنتنا بشكل كبير جدا عن الاستاد وان ان شاء الله هيكون لائق لاستضافة بطولة الامم الافريقية. الموعد المحدد للاعلان ان شاء الله عن جاهزية استاد القاهرة لاستضافة هذه البطولة ممكن يكون امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني انا قلت كده اكثر من 98% من كل اعمال التطوير والاحلال والتجديد هتكون انتهت في اخر شهر 4. اخر شهر 4. تمام. ادي بقى من 30/4 ل 15/5 اذا كان في حاجه ناقصه اذا كان في شويه اشتباط بس فرش بنتفق عليه كده مش اكتر من كده. طيب اكيد ده شيء مهم. برضه السؤال اللي عايز اساله حضرتك فيما يخص المدرجات، ايه التعديلات اللي هتحصل في المدرجات الخاصه باستاد القاهره؟ الكراسي بالكامل هتتغير. بالكامل. بالكامل. ان شاء الله جديده. كل الكراسي اللي هي صالحه للاستخدام تمام تم نقلها. احد استاد الهوكي كان محتاج كراسي بدل ما اشتري. تمام. الكراسي بتاعت الدرجه الاولى اللي كانت مكتوب عليها كايرو ستاديوم لو تفتكر. طبعا. نقلناها في استاد الهوكي. الكراسي اللي لسه فيها يعني عمر تكميلي اذا كانت تقعد كمان سنه ولا حاجه. تمام. يعني ما هياش فيها واضح او حاجه بس هي متهالكه بنديها لمراكز الشباب اللي محتاجه او معهاش كراسي يعني او محتاجه الكراسي لغايه ما ان شاء الله يقضوا بيها بقيه المده وبعد كده يشتروا يعني. طيب يا جماعه دلوقتي دي يعني بس عشان اقول للمشاهدين ان دي لقطات من الاستاد قديما ان شاء الله بكره هنبعت كاميرا للقطات جديده لاستاد القاهره ان شاء الله من خلال طبعا طبعا نشوفها اكيد ان شاء الله. برضو في جزئيه اخيره عايز اسال حضرتك فيها وهي مهمه جدا
والبعض بيتكلم دايما عن ارضيات الملعب في مصر بشكل عام، بنشوف الارضيه ساعات في بعض المباريات بتكون بشكل سيء جدا والناس مستاءة شويه من الكلام ده. ايه اللي استاد القاهره او هيئه استاد القاهره هتعمله عشان تتفادى هذا الموقف، وان هي دايما تظهر او الاستاد دايما وارضيه الملعب يظهروا بالشكل اللائق بالنسبه لكل المتابعين وكل الجماهير؟ المتابع في جميع الاستادات واللي كان عندنا ان احنا بننزل عن جيله صيف رولات او يعني كويس. الجيله دي بتنمو وتزدهر وتختار، بيجي عليها فتره الشتاء بتبتدي تصفر كويس. بنبتدي بقى نتعامل معاها التسميد والري ونوقف الملعب شويه ونغطي بالليل وتبقى يعني لحد ما تخضر شويه بتاع، لكن النجيل الصيفي في الصيف. اللي عملناه جديد ان احنا وطبعا هو النجيل الصيفي هو المستديم طبعا، فاحنا اللي عملناه ان احنا حاطين نوع من الهايبر اللي هو بيبقى بيتحط في الارض حوالي مليون فتله قريبه جدا من النجيل الطبيعي كويس، بتتحط في الارضيه بعد كده بتزرع الصيفي وده مستديم زي ما قلت لحضرتك ينمو لوحده كل صيف ويزدهر ويبقى كويس. وبنيجي فتره الشتاء بنوقف الملعب نعمل صيانه نلم النجيل الصيفي الاصفر في مكان مخصوص ونزرع الشتوي. بعد اسبوعين تلاقي الملعب بقيت فتره الشتاء الملعب مخضر. طبعا فضلا مع الصيانه الحديثه والمعدات الحديثه، وممكن نخلي الكاميرا بتاعت حضرتك تصور الكلام ده. ومع مراعاه ان زي بقيه ملاعب الدنيا يعني ما يكونش في اكثر من مباراتين في الاسبوع. بالظبط ده شيء مهم. كان الملاعب حالتها سيئه لان الضغط عليها كتير طبعا زي برج العرب زي بترو سبورت. لكن لانها نجيل صيفي وهترجع هذه الملاعب هتتفرج عليها بنفس النجيله الموجوده في الشتاء في الصيف وفي البطوله الافريقيه المشترك منها هتلاقي الملعب اخضر وكويس جدا. بالظبط يا رب ان شاء الله. ان شاء الله هنخلي الملعب اخضر صيف شتاء لو على الهايبر اللي محطوط ده عشان لما يحصل تاكلينج حاجه ما تبص تلاقي بالظبط العمليه بقت باظت وبقت حتت اتكشفت من الملعب بيبقى كله دايما اخضر ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ اللواء انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وفي الحقيقه اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره بيقوم بمجهودات عظيمه جدا في كيفيه تهيئه الاستاد بشكل كامل، لان هو مش عباره عن ملعب كره قدم بس، في يعني صالات للالعاب الاخرى ويعني في حاجات كتير جدا داخل هيئه استاد القاهره. هو بيقوم بمجهود في الحقيقه قوي جدا، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في تجهيز استاد